إخوان المشاهدين، أخوات المشاهدات، إخوان السائقين والسائقات، تحية الجميع، تحية الجميع متتبعي قناة مناظير بلادي داخل الوطن وخارج الوطن. تحية لجميع المشاهدين، تحية الناس اللي متبع قناة مناظير بلادي. إخوان المشاهدين يبغى يشوف معنا المشاريع في نوصلات في الطرق السريعة ما بين تيزنيت العيون. مرحبا بالجميع الإخوان، هذا المقطع هذا في اتجاه الوطية اللي قريب لطنطان، تقريبا كتبعد بواحد 24 كيلومتر. ونشوفوا معنا الإخوان هذيك الطريق السريعة، واش فتحات في وجه حركة السير أو لا بقى فيها الأشغال، بقى ما مفتوحاش، لأن بزاف الناس بغى يعرفوا فين وصلت الأشغال في الطريق ديال السريع تيزنيت العيون. مرحبا بالجميع. هذه واحد القافلة ديال دي واحد كما قلت لكم واحد القافلة ديال القوات المسلحة الملكية، تحية لهم جميعا، الله يعاونهم على العمل ديالهم والمجهودات ديالهم اللي كيقوموا بها، لأنهم هما المرابطين على الحدود. تحية لهم جميعا. كما قلت لكم الإخوان، غادي نمشيو حتى لهذا المدار، هذا الرومبا هادي، باش نشوفوا الطريق واش فتحات ولا باقا، ولأن الطريق هاد الطريق سريع غادي الاتجاه ديال يعني اتجاه الوطية، من الوطية يعني غتمشيو مع الطريق عادية، لأنه باقي المقاطع ما مفتوحينش تقريبا حتى الواد الوعر. هاد المقاطع كاين بعض المقاطع اللي مفتوحة وكاين بعض المقاطع اللي باقي ما تفتحاش، وحنا دابا غادي نشوفوا هاد المقطع هذا ديال هاد المدار هذا اللي الطريق السريع دارت فيه على اليسار، لأنه ما مشاش حتى الوطية، دارت على اليسار قبل من الوطية تقريبا بواحد الكيلومتر. وديك الساعة حنا غادي نشوفوا واش تفتحات ولا باقي فيها الأشغال. تحية لجميع متتبعي قناة مناظير بلادي، تحية لجميع السائقين، تحية لجميع المسافرين والناس اللي كتسافر معنا عبر القناة، تحية للجميع. فرجة ممتعة الإخوان. كما تشوفوا معنا هذا المقطع هذا، راه صورناه نهار 9 شهر 1 2024. تحية للجميع، لأن بزاف ديال الناس يبغوا يعرفوا التاريخ والوقت فاش دار هذا المقطع هذا الفيديو، باش يشوفوا يعني واش يشوفوا الجديد، يشوفوا الجديد فين وقتاش تصور. تحية لهم جميعا، طريق السلامة نتمنى لجميع مستعملي الطريق، وخليكم مكملين المقطع حتى النهاية، والسلام عليكم.
والمشاهدين كما كتشوفوا احنا قربنا لهذا الرومبا هذا المطار هذا، ولكن كيبان لي بانه في اللوحه ديال الاتجاهات باينين باقي مغطين هذوك الاتجاه ديال العيون الطرفايه، يعني الطريق باقا محبوسه، يعني باقا الطريق ما مفتوحاش في وجه حركات السير. احنا مقربه ديال الرومبا، ولكن كنشوفوا على اليسار ديالنا بانهم باقا حاطين التراب تمايا، اذا الطريق باقا مسدوده اخوان، الطريق باقا ما مفتوحاش. هذا المفتوح المقطع اللي غنمشيو فيه غادي باتجاه ديال الوطيه. تحيه لكم جميعا، وما تنساوش تدعمونا باشتراك في القناه والضغط على الجرس، ما تنساوش الاعجاب، ما تنساوش مشاركه القناه فضلا وليس امرا. تحيه لكم جميعا والى فيديو اخر ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.